اليوم غنحضر كريم غلاسي عائلي بالفواكه. كيجي صحن، غناخد اول فاكهه 150 غرام من البلو بيري، غندير معاهم معلقه كبيره د الحامض ونديرهم يسخنوا شي شويه غير يطلق داك الماء، وغادي نطحنوا في خلاط كهربائي مزيان حتى يولي بحال الكوري. كنحتفظ به يبرد، وغادي ندير نفس الشيء مع المونغ مجمد وكنطحنوا حتى كيولي هو براسو بحال شي كلاص. نفس الشيء غندير مع الفريز حتى هو خديته مجمد. غنحتفظ بهاد الفواكه وغندوزو نصايبو المقادير الاخرى. غناخد نص سيترون ديال الكريمه، غادي نزيد لها جوج ياورت فاني، حليب مركز محلى على حسب الذوق، وعصير ديال جوج حامضات. كنخلط ونخفق حتى كنحصل على كريمه مخفوقه. كنرجع للفواكه، الفراوله هي الاولى، وغنزيد ليها الثلث الاول من الكريمه ونبدا نحرك حتى كنحصل على خليط متجانس. كناخد مول القطر ديالو 25 سنتيمتر، كندير فيه الكريمه الاولى نسرحها وندخلها للكونجيلاتور واحد من الساعه باش ما تخلطش مع اللي غتجي من وراها. المونغ نفس الشيء، كندير معاه الثلث الثاني وكنحرك حتى كينسجموا مزيان. كنحتفظ به ونصايب الجزء الثالث اللي غادي يكون بالبلو بيري، حتى هو كنخلطو مزيان. غادي نزيد الخليط ديال المونغ فوق الفريز ونسرحو مزيان، وغادي نخلي حتى هو يقبض غير شي شويه، وغنزيد الخليط ديال البلو بيري نديرهم الكونجيلاتور 4 ديال السوايع حتى 6 السوايع، وكنزينهم بالفواكه من الفوق وتنقدمو بالصحه والراحه. جربوه وردوا عليا اخبار.